انت معايا في اللي انا هقوله ده؟ ممكن كابتن شوقي غريب في مباراة بكرة، عندنا احمد حجازي، عندنا الونش بيلعبوا في خط الظهر، وراه محمد الشناوي، يكفي الاثنين دول في خط الديفنس، واشيل اسامة جلال وازود واحد في نص الملعب او واحد قدام، علشان يبقى عندي كثافة هجومية، عشان بكرة ما عندكش غير بديل المكسب امام استراليا. وده اللي معايا في اعتقد الكلام ده؟ طبعا طبعا، واعتقد هو هيعمل الكلام اللي ده بتقول ده، الاقرب ده يعني. الاقرب، اللي هو الاربعه اللي هيبقوا ثابتين، الونش وحجازي، ده وجهه نظر ومتفق معاك فيها تماما يعني. والعمار لكريم العراقي تحت اليمين، ناحيه اليمين، وناحيه الشمال فتوح. فتوح نص الملعب هيلعب بعتقد باكرم توفيق وامام عاشور، وقدامهم انا شايف ووجهه نظري لازم ناصر ماهر يبتدي المباراه زي دي، صانع العاب، صانع العاب. انت محتاج حد يوصل. يوصل. انت المشكله اللي قابلتنا الماتشات اللي فاتت كلها، اللي بنلعب النواحي الدفاعيه كويسه جدا، بس الناحيه الهجوميه في جزء عايز مساعده. فاعتقد الكابتن شوقي غريب، وده ما عندكش انت حل ثالث، انت لازم عندك جزء، حتى لو انا مش ههاجم المباراه 90 دقيقه برضه عشان ما نبالغش، بس على الاقل خالص هيبقى في من 30 ل 35 دقيقه للشوط الثاني، لو هي النتيجه فضلت كده لا هيبقى في لازم يبقى. طب قول لي التشكيل المتوقع بكره يا كابتن ياسر، اللي ممكن الكابتن شوقي غريب يبتدي بكره في مباراه مصر واستراليا. يعني انا لو احنا بنتكلم طبعا الشناوي هيكون اساسي طبعا. موجود. الشناوي، الونش، حجازي، يعني بين كريم وبين عمار، وناحيه الشمال فتوح، اكرم توفيق وامام عاشور، ناصر ماهر، رمضان صبحي، صلاح محسن، واحمد ياسر ريان. اعتقد كده يعني. ده يعني ده التشكيل المتوقع من وجهه نظرك اللي ممكن الكابتن شوقي غريب يبتدي بيه، عشان ما فيش بديل غير المكسب. ما هو انا يعني الطريقه واحده بس، بدل ما انا العب بثلاثه ورا اللي هما كانوا بتاع، لا انا ممكن العب باربعه اتنين واحد ثلاثه، اللي هما توقع، واربعه اتنين ثلاثه واحد، دي الطريقه المعتاده اللي هي اللي بتلعب بيها، بيلعب بيها على طول، واللي بتلعب بيها. وده انا شايف اللي هي الانسب مع لعيبه مصر، وده بنسبه كبيره في الدوري المصري بيتلعب بالشكل ده. احنا بنتكلم اسبانيا 4 نقاط، الارجنتين 3 نقاط، استراليا 3 نقاط، مصر وزي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي الجدول، ومصر في المركز الاخير بنقطه واحده، لكن الامال كلها موجوده بالنسبه للفرق كلها. طبعا مصر بالرغم انها نقطه بس هي النهارده بالظبط بنتكلم اسبانيا بكره هتقابل الارجنتين، لو اسبانيا كسبت الارجنتين، مصر كسبت استراليا، احنا بنوصل مع اسبانيا. تمام. فبكره في الحظوظ. انت دلوقتي يعني انت فرصتك هي الفوز، هنرجع تاني انه هي نقطه الفوز، ما عندكش ولا تعادل ولا عندك خلاص الخساره. الفوز ده يأهلك ان شاء الله باذن الله انت توصل ايا كان، حتى ولو التاني برضه تبقى موجود من ضمن المجموعه ان شاء الله دور الثمانيه باذن الله. طيب المكسب بكره كابتن شوقي غريب ينزل يهاجم من اول دقيقه، ولا برضه يبقى عنده توازن، علشان النهارده لو دخل برضه منتخب استراليا من المنتخبات القويه. اكيد. وبالمناسبه بكره منتخب استراليا عنده 3 لاعبين اساسيين غايبين. تمام. مهمين برضه دي في صالح منتخب مصر. يبتدي بكره المباراه يهاجم من الاول ويفتح خطوطه، ولا يبقى عنده تحفظ علشان الامور ما تصعبش من بدايه المباراه؟ هو طبيعي اعتقد يعني بوجهه نظري برضه، اللي هو مش هيجازف بالمجازفه اللي انت يبتدي بيها. ما انا ممكن اجازف في الاول وممكن اخسر في بدايه المباراه، هيحصل لي نوع من الاحباط، وعشان ابدا اتعادل تاني وابدا اوصل تاني الامور هتصعب عليا. لكن انا شايف التوازن اللي حضرتك بتتكلم عليه يا كابتن اسامه ده طبيعي جدا، وبتبقى احسن حاجه في سنه الكوره، اللي انا عندي توازن في الشوط الاولاني، ممكن ربنا يكرمني اجي احرز. اذا احرزت هدف، لا انا ممكن اغير الشكل بتاعه واغير الاداء واغير كل حاجه واغير النتيجه واغير اسلوبه حتى في اللعب. لكن انا طول ما النتيجه 0-0، لا انا ممكن زي ما الارجنتين كسبتك ازاي؟ اللي هو انت بتهاجم وهو بيهاجمك، وانت بتدافع وهو بيدافع، ومره واحده جاب جون. بعد كده تخيل الارجنتين بعد ما جاب الجون بيعمل زي مش تقريبا في الفرق اللي موجوده في اغلبيتها في الدوري، اللي هو اول ما بيجيب جون مثلا في النادي الاهلي تلاقيه خلاص بيدافع تقوم معكوس عليك. الارجنتين عمل كده امبارح. الارجنتين اول ما جاب جون، او الماتش اللي فات اسف، اول ما جاء احرز هدف، الموضوع الارجنتين بدا اللاعب اللي يقع على الارض، وبدا ياخد وقت، والحكم يساعد في الوقت، الامور بقت صعبه. فده دليل لمنتخب مصر ماشي بخطوه كويس. تعادل اول مباراه مع اسبانيا، خسر بغلطه، ودي وارده في كره القدم. الماتش الثالث بقى خلاص، انت المفروض انت كلاعيبه منتخب اولمبي الكره في ملعبك مش في ملعب الجهاز الفني. في مباريات بتبقى مباريات لعيبه، الجهاز الفني عمل اللي عليه، ادك اعداد كويس، اهلك كويس. اعتقد مش اعتقد المعاشه هناك، الموضوع يعني حضرت 92، الموضوع مختلف تماما غير كاس العالم. هنتكلم